السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم. يبدو أنه الوضع السياسي في العراق لا يعرف أن يعيش بشكل مستقر، يعني الذين يشتغلون في السياسة في العراق يبدو أنهم ما يعرفون يعيشون إذا ما تكون هناك أزمة، لازم يخلقون أزمة. وهاي الأزمات المتلاحقة يعني حقيقة صح هي أزمات سياسية بين المتحاصصين بين السياسيين، ولكنها تنعكس بشكل مباشر على وضع البلاد وعلى وضع الشعب. وبالتالي هاي نشوف الناس شلون اللي هاجر واللي نزح واللي قام يدور أوروبا واللي قام والمهالك اللي صارت بالعراقيين كلها بسبب أزمات السياسيين أنفسهم. أزمة جديدة صار لها تتفاعل، صار لها يومين ثلاثة، مجموعة من البرلمان أعضاء بالبرلمان بصحبة رئيس البرلمان السيد سليم الجبوري توجهت لهم دعوة رسمية من دولة قطر، من حكومة قطر. شنو الهدف من الدعوة؟ الهدف من الدعوة هو لإجراء مشاورات باتجاه المصالحة السياسية، ما نقول الوطنية، نقول المصالحة السياسية. ليش؟ المصالحة السياسية هي تعبير أكثر دقة لما تكون الخصومة بين السياسيين، مو بين الناس، يعني مو بين أبناء الوطن، حتى نقول مصالحة وطنية. أبناء الوطن اتحدوا واتفقوا وطلعوا في تظاهرات بحيث ما تعرف منهم، من الكردي، من العربي، من السني، من المسيحي، من الشيعي، من وكلهم ينغطون بلسان واحد وبشعارات واحدة، وما تدري بيه هذا جاي من مدينة الثورة، هذا جاي من الحرية، هذا جاي من الجادرية، هذا يعني هاي سواء في بغداد وكذلك بالمحافظات. أما المصالحة السياسية اللي ما قدروا يدبروها وما قدروا يسووها، هاي ايش قصاركم تسمعون؟ هم يسموها الوطنية، المصالحة الوطنية، ايش قصاركم تسمعون؟ بشرفكم شفتوا اكو مصالحة وطنية؟ مو من زمن قالوا بلا، من قبل 10 سنين يصيحون مصالحة وطنية مصالحة وطنية. اكو شيء اسمه مصالحة وطنية صار على ارض الواقع؟ لو قضوا عمرهم متخاصمين ومتذابحين وما تدري على شنو، كل واحد يجر بالطول، واحد يجر بالعرض. على العموم نرجع الى اصل الموضوع. اصل الموضوع مثل ما قلنا، حكومة قطر وجهت دعوة رسمية الى اعضاء في البرلمان لاجراء مشاورات حول مصالحة سياسية، او خلينا نقول مو مصالحة، تقارب سياسي بين المشتغلين في السياسة في داخل العراق، بين المشتغلين او المشاركين في العملية السياسية في داخل العراق، وبين من يطلقون على انفسهم المعارضة في خارج العراق. انا شخصيا هذا رأيي طبعا وغير ملزمين بسماعه او الالتزام به، بس اقول اتمنى حقيقة، وهذا من زمان حكينا به، نتمنى لو ان يكون هناك حوار صادق، حوار حقيقي بين العملية السياسية أو بين الحكومة أو بين البرلمان والمعارضة العراقية الموجودة في خارج العراق. ليش؟ راح أقول لكم ليش. كل البلدان اللي تريد تحقق استقرار سياسي واقتصادي وأمني في بلدها، اللي هي الأنظمة الديمقراطية، تفتح حوار، قنوات للحوار ويا المعارضة، تتحدث وياهم، تحكي وياهم، هي تسعى
الحكومة هي تسعى إلى المعارضة أن تجذبهم إلى الداخل، أن تجيبهم، أن تمد جسور من الثقة، أن تشركهم بالحكومة. مو هيجي حتى بإسرائيل إذا سامعين بها حكومة الائتلاف بين العمل وبين المدري منه، مو بس بإسرائيل، بكل دول العالم اللي عندها أنظمة ديمقراطية. يعني أنا من أقول إسرائيل إن على اعتبار أنه هاي عدوتنا، فحتى عدوتنا شوف إحنا حتى أسس العمل الديمقراطي ما نعرفها. زين، هذا أولا، أنه الأنظمة الديمقراطية تسعى إلى مصالحة أو مصارحة أو حوار بين الحكومة وبين المعارضة، بل أن هناك دول تسعى لأن تنشئ معارضة إلها، هي تصنع معارضة إلها حتى تقومها، حتى من تخطأ الصحح لها، حتى تنتقدها، حتى تنافسها في الانتخابات. زين، بعدين احنا خلينا نتحدث عن المعارضة اللي هي في خارج العراق. من هم ذول المعارضة؟ بدون أسماء وبدون أحزاب وبدون مسميات، يعني خلينا نقول هم مو عراقيين، مو بيهم خبرات، مو بيهم عقول، مو بيهم ناس كفاءات. يعني أحسن أن تبقى هاي الكفاءات والخبرات والأدمغة المليئة بالعلوم وبمختلف الاختصاصات، أحسن أن أخليهم برا، لو أحسن أجيبهم للبلد وأستفيد منهم. إحنا صارنا من 2003 وهسه بال 2015 راح يصير لنا أكثر من 12 سنة ما نقبل أن نسمع شيء اسمه حوار. ولذلك هذا المسعى بالذات اللي تسعى قطر، يعني أنا أحترمه وأشد عليه. ليش؟ لأنه هي دا تسعى للتقريب، دا تسعى إلى أن تخلق مستقبل للعراق وللعراقيين، مستقبل سياسي مستقر. أما إذا طبقتنا السياسية ترفض هذا الكلام جملة وتفصيلا، وما تريد أن أبدا بس حتى طاري حديث في هذا الموضوع يسدون أذانهم ما يردون يسمعوا. على كل، اللي راح منه؟ اللي راح القطر، اللي راح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وأخذ أعضاء وياه من مجلس النواب منتخبين من قبل أبناء الشعب، بوم، صح ولا غلط؟ زين، أو يمكن 5 أو 6، ما أعرف، 10، إن شاء الله 1، وإن شاء الله 100. المهم وفد برلماني راح وانقلبت الدنيا، كل يوم وكل ساعة طالع لنا واحد خلى نقيلهم، يعني يمكن إذا يتطور الحال يقولون خلي نحاكمهم، خلي نعرضهم للمحاكمة. يابا دقيقة، ليش؟ والله مو راحوا التقوا ويا أطراف معارضة. أولا يعني حتى نفهم نفكك المشهد، نفهم القضية بشكل واضح وصريح، أن الوفد البرلماني لم يقبل أن يلتقي بالمعارضة ولم يلتقي معهم، والسفير أو القائم بالأعمال العراقي اللي موجود هناك استقبلهم من باب الطائرة ورافقهم في كل خطواتهم ولقاءاتهم إلى أن ودعهم إلى باب الطائرة مرة ثانية، وكتب الرجل المذكرة إلى وزارته إلى الخارجية، قالهم الوفد البرلماني العراقي لم يلتقي بأي طرف من أطراف المعارضة، بمذكرة رسمية بكتاب رسمي بعث إلى وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية اليوم أعلنت بموقف رسمي صريح أنه الوفد لم يلتقي أطراف معارضة. زين،
القصة إذن على شنو هاي الجلبة؟ على شنو هاي عالقيها للدنيا هذا الجدل وهذا الفوران بالحديث وذاك يجمع تواقيع خل نعزلهم وخل نطردهم خل نحاكمهم ما أدري شو يردون يسولهم؟ هل لأنه التقوا مسؤولين؟ لأن مذكرة السفير يقول هم التقوا فقط مع المسؤولين القطريين. إذن هل صار اللقاء مع المسؤولين القطريين صار سبة؟ مو احنا نتوسل بدول العالم والدول العربية والخليجية بالذات أن نريد نفتح سفارات عندهم ويفتحون سفارات عندنا؟ مو ذاك اليوم كان مسؤول ورئيس وزراء ووزير وقبل زاروا قطر؟ زين، مو كان في بغداد عندنا موجود رئيس الوزراء القطري وقبل وزير الخارجية ومعرف منه؟ طيب ليش لعد؟ يعني شنو الجديد بالموضوع؟ هم أنا أقولكم الجماعة انحرجوا المطالبين بعزل رئيس البرلمان، وإحنا مو يعني أخاف عبالكم إحنا خايفين على رئيس البرلمان، لا، هو الرجال هو يعرف يطلع نفسه، هو شريكهم بالعمل السياسي وبالتالي هو رئيس سلطة تشريعية، هو يعرف حتى إذا ما رادوا يسألوه بالبرلمان هو يعرف شلون يجاوب وأعضاء البرلمان يجاوبون. بس إحنا دا نعرف قضية، دا نريد نفتهم شنو أبعادها وشنو أسبابها. إذا كانت الزيارة لقطر فهي مو ممنوعة، يزور قطر وقبلها بفترة كان زائر السعودية ومن رجع من قطر راح لإيران، هو رئيس سلطة تشريعية يعني عنده الخيار اللي يقدر يختاره ويمشي به. بعدين هو ما التقى ويا المعارضة برا، وخل نفترض انه التقى، يمكن هذا الكلام هو ما يقدر يقوله لانه القضية الان في حرارتها، خلي نفترض انه التقى وياهم، وين العيب؟ التقى ويا متآمرين، التقى هذولاك همين ناس يقولوا لك احنا وطنيين، احنا نحب وطننا، احنا نحب العراق، واحنا عندنا جهات كثيرة وعندنا قواعد ويمثلونا. اذا اكو احد بيهم، طبعا على فكرة هم هم يقبلون يلتقون ويا الوفود الحكومية، المعارضة هم تقبل وهمين صدروا بيانات قالوا احنا ما التقينا ويا اي وفد حكومي وما نلتقى ويا الوفود الحكومية لانه احنا نعتبر هم سبب خراب البلاد، هذا موقفهم. ولكن خلي نجي مثل ما قلت، خلي نفكك المشهد، خلي نفتهم القضية وين. اذا اكو بالمعارضة ناس متهمين بانهم قتلة او مجرمين او 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 مسوين فعل لا يقبل به القانون او الشرع، فاكو قضاء واكو قانون وممكن ان يحكم عليهم وعلى جرائمهم بعد ان تدقق الجرائم. اما اذا 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 هم ناس عندهم مشاعر وطنية وعندهم زين، احنا مو عندنا اكو بداخل العراق اكو قتلة واكو مجرمين وإيديهم مو ملطخة بالدماء وإنما يسبحون بدم إلى حد الرقبة، يسبحون بدم الأبرياء وهم في العملية السياسية ونعرفهم كل الزين وانتو تعرفوهم كل الزين، ليش ما نقول على ذولا خلينا نحاكمهم؟ ليش احنا نقدر علي برا؟ أنا ليس أيضا دفاعا لا عن البرة ولا عن الجو، ولكن أنا دا أريد أشوف القضية العراقية وين ماشية، وين رايحة، ايش وقت راح يستقر المشهد السياسي بالعراق، ايش وقت راح يرتاح هذا البلد؟ يعني على اللي يخلقون الازمات ما كافي عليهم؟ ما كافي انتم بس يعني تريدوا لكم اي قضيه حتى تخلقون عليها ازمه؟ ايش وقت تخلون البلد يرتاح؟ مو دا تشوفون الناس دا تتظاهر ضدكم والناس دا تسبكم والناس دا تلعنكم والناس حارتش توصفكم؟ اكو ثورة ضدكم، ثورة، تعرفون شنو معنى الثورة؟ اذا ما تعرفوها الان راح تفهموها بعدين. على كل المخرج يقول لي خلينا نروح للاتصالات وخلنا نسمع اراء المشاهدين شيردون يتحدثون بهذا الموضوع.
الأخت خولة من كندا، تفضلي أخت خولة. أخت خولة، ألو، موجودة على الخط خولة؟ طيب إذا ننتقل إلى كربلاء وناخذ الأخ محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ العزيز. أهلا أخوي الكريم، يا مرحبا. أنا حيك وحي كادر قناة التغيير. حياك الله. الله يسلمك. بالنسبة للسياسيين هاي احنا نسمع الصيحات اللي طلعت بعد زيارة الوفد العراقي للدولة بقطر. يحاولون هذول السياسيين، احنا نقول السياسيين المحصورين بطائفة معينة، انا ما اريد اسمي الاسماء مسمياتها يعني، دي يحاولون ان يعزلون بمعزل تام عن اي علاقات خارجية سواء كانت مع دول الخليج او الوطن العربي او العالم بصورة عامة. يعني انا اتصور انه هذا المؤتمر لو صاير طهران كان كلها هللت له وكلها باركت عليه، لان معروف شنو الاهداف اللي طالعه من وراء هاي التصريحات اللي طلعت من السياسيين اللي يطالبون باقاله او رفع الحصانه او فصلهم من البرلمان اللي راحوا لهذا المؤتمر. انا اتصور انه هاي كلها سياسه خاطئه، الغرض منها انه عزل الشعب العراقي كل عن الدول المحيطه به. أنا أتصور إن هم دا يقصدون إنه السيد طارق الهاشمي اللي كان مشترك بهذا المؤتمر، وإنه كانوا يطالبون إنه محاكمته، أو نعرف إنه شنو سبب إنه طارق الهاشمي. والله يعني محمد، على حد معلوماتي إنه طارق الهاشمي ما كان موجود في قطر بيومها. لا لا، أنا على حد معلوماتي ومتأكد منها إنه كان موجود. طيب. أنا كان موجود وأنا متأكد أنه كان موجود، بس يعني كضيف شرفي يعني دعوه وما له أي دور في الموضوع. يعني حتى الوفد المشارك مثل ما حضرتك نوهت إلى أنه ما التقى بأي معارض موجود، يعني هم اللي يسموه معارض، بس أنا بالنسبة لي ما أعتبره معارض مثل ما حضرتك قلت، لأن هو يمثل. محمد انتهى الوقت، كان يعني فعلا كنت أتمنى أن أستمع لك للآخر، ولكن هذا الوقت المحدد للمتصل. نعم، إذن أبو الحسنين من العراق، تفضل أبو الحسنين. أبو حسنين، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أبو حسنين. كيف الحال أستاذ؟ يا مرحبا أخي الكريم. يعني الجماعة بالبرلمان الباقين أو الحكومة، إذا 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 صح التعبير، إذا يسمون نفسهم حكومة وسياسيين، يعترضون على زيارة الجماعة إلى قطر. ما هم المالكي قبل 10 أيام 15 يوم راح لإيران، والطيارة إيرانية خاصة جابتها إلى بغداد. إيش ما حكم؟ إحنا مو محبة البزولة، عشان كلهم زبالة. بس أنا واقع حال، يعني إحنا مو دفعنا على سليم الجمهوري ولا على أي واحد لولا، لأن يعني كلهم بخانة، كل بخانة خالت بيك. بس تغير المعايير اختلفت، لأن يعني أنت تروح تبات في إيران ثاني يوم تجي وتطلق حصانة دبلوماسية جماعة، وتجي على جماعة راحم بيناتهم يجوز اختلاف أصدقاء أو قرايب أو عشائر يحتكمون يم ناس جزء سياسي، خلينا نقول بمعنى السنة، خلينا نقول هيك راح عندهم بيناتهم اختلافات على على البوق، على النهب، على اختلاف المناصب، على شيء. هذا شنو الرجع هاي؟ وهو الدكتور عليهم الجماعة. أنت تشوف التلفزيونات حتى تكرم بين العالم يضربوهم. ما برقم لا بين عمامة لا بين عقال لا بين الشيخ لا بين هذا. فشنو الازدواجية هاي؟ هاي الله بلا نبيهم بالوساب يرحم ذاك الاب. والله يعني الحكي بهذا المواضيع ويا هيك ناس يتعب، يا راح تصرف كلام ودماغك الظلم شو شلون. فهذول يعني المفروض الواحد ولا يحسبهم بالحساب. كل الاطراف دمرهم البلد 13 سنة، تهجير، قتل، يومين تدريسات، قتل، يومين يكتلون. شكرا.
انتهى الوقت المخصص. نعم ضياء من بغداد، تفضل اخوي ضياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا يا ضياء. شلونك استاذنا العزيز؟ الله يحفظك. سلامنا اليك والى قناة الصغير والى كل شاذة. حياك الله. احنا نقول مع الاسف على جماعتنا وربعنا. خلي العراق يلعب بيش عيط ومعيط استاذ العزيز. لكن والله اسال الله بحق الحسين الشهيد وبحق هذا موسى الكاظم وبحق ابن حنيفه النعمان وبحق عبد القادر الجيلاني وبحق كل صحابي شريف اننا يوفقهم بجاه الحبيب محمد. والله على قول سماحه السيد القائد المجاهد الحاج مقتدى اليوم في بيان له سره وشخصي، وانا ما ارد اقول لك انا اخوما، والله ما ارد اقول لك انا اخوما، اخوي الان في الحنانه من يحمي السيد القائد. يقول لو ما اخاف من العالم ولو ما اسب العالم لا اسلم العراق الى الحكم اللي كان في صدام حسين. يظل احسن الشباب هاي تروح يوميا بالالاف والكبار نايمه. بالالاف الشباب جاي تروح والشباب نايمه. الشيخ يدق عليك الباب والسيد يدق عليك الباب والله اعطيني كم ولد عندك. اخي هذا البلد انباع استاذ العزيز، البلد انباع. احنا هسه وين؟ طارق الهاشم وين؟ المؤتمر مال الدوحه وين؟ المؤتمر اليوم انا لو يقعد بي يهودي يصلح العراق ويخليني اطلع واروح واجي براحتي واحس بامان، لا والله لو يكون مو بحثي لو يكون يهودي هم ارحب بي. لكن هم معارضين لهذا الشيء استاذ العزيز لان مصلحتهم تروح. والله والمفسد الاول في العراق كما قال السيد الصرخي هم ايران. والله على ما اقوله شيء. هسه يا اخي العزيز تطلع تروح تشاهد ترجع تشاهد. هسه احنا البعثيه من المارشان بعثي يا اخي العزيز، من المارشان بعثي؟ وليش ما حشوا قبل؟ ليش ما قالوا قبل؟ هسه جال البعثي شكى طارق الهاشمي، قال يا العلاوي شكى المالك النقص ما تليق هاي بحكايتي، ما تليق بلساني يا اخي. ها؟ الى متى استاذ احنا آية الله شعيط يلعب بينا وهذا يلعب بينا، وحتى الفتوى اللي اجت الخاطر مصلحه ايران. لا كتر دقوا شيوه. شكرا، انتهى الوقت اخي ضياء، شكرا لاتصالك. نعم احمد من بغداد، تفضل احمد. احمد مرحبا احمد. احمد طيب خليني، يبدو الاخ احمد ما موجود على او اكو مشكله ويا اتصاله. خلينا نشوف سليم الجبوري رئيس البرلمان شنو ايش قال اليوم في مؤتمر الصحفي. طلع لنا اياه. ما تمت اثارته خلال اليومين الماضيين من ادعاء مشاركتنا في مؤتمر حواري يقام للمعارضه العراقيه في الدوحه، وحين تتزامن الزياره مع انعقاد هذا المؤتمر الذي هو ليس هدفنا فيها، ومن هنا نجدد القول أن التعامل مع هذه الأطراف ينبغي أن يكون ضمن الدستور والقانون وبضمنها حزب البعث المنحل، ونعتقد بما لا يقبل المجاملة أننا رفضنا من قبل ونرفض الآن التعامل مع أي طرف مهما كان عنوانه إلا تحت مبدأ احترام العملية السياسية والدستور وسيادة العراق، وهذا ما أكدته الدول العربية أثناء زيارتنا لها قبل أيام، وهذا هو القدر الذي يجمعنا بالأشقاء والذي نتعامل على أساسه وفي إطاره. يعني هو دي يوضح أنه شنو الزيارة وشنو جوانبها وش سووا بها طبيعة الزيارة. على أي حال يعني خلينا نفترض، يلا خلينا نسمع. تفضل مقداد من عمان، تفضل اخي مقداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا اخي مقداد. شلون الشيخ جلال المداوي؟ حياك الله يا مقداد. نسال الله ان شاء الله تنجح المبادره اللي طرحوها ربعنا ان شاء الله اللي هي صارت بغطنا ان شاء الله، في مبادرات ان شاء الله قادمه ان شاء الله الله ينجحها، يجمع القوه المناهضه ضد الاحتلال الايراني والامريكي. نسال الله ان شاء الله يتوحد صفوفهم وينجح ان شاء الله مشروعهم. نعم. والمبادره ان شاء الله ناجحه ان شاء الله باذن الله عز وجل وماشيه. عن اي مبادره تتحدث مقداد؟ انا ما افهم.
المبادرة هي لمشروع العراق الجامع. اي شنو وضح لنا يا عيني خلي المشاهد يفهم. مبادرة مشروع العراق الجامع تجمع القوة كل القوى العراقية المناهضة كانت من الجنوب من الفرات الأوسط من الغربية. نعم. تهدف إلى جمع العراقيين وحدة العراق يعني مو تقسيم العراق اللي بعض الناس يدقون عليها يريدون تقسيم العراق بعض الساسة. نسأل الله إن شاء الله ينجح المشروع مالتهم. نعم. وأنا أشكرك سيد جلال. شكرا لك أخي الكريم سيد مقداد شكرا جزيلا. يعني حتى الأخ محمد من كربلاء قال أنا عندي معلومات أنه كان السيد طارق الهاشمي موجود في الدوحة في قطر وخلينا نفترض أنه موجود يعني إحنا نبقى يعني نسد عيوننا وأذاننا أبدا وحتى إذا موجود وإذا عنده استعداد الرجل يجي يحضر لمحاكمة وهو أعلن في بيان رسمي أنه يقول إذا ما توفرت محاكمة صحيحة وعلنية وقضاء نزيه وعادل أنا سأحضر أمام القضاء العراقي حتى إذا افترضنا أنه هو موجود. يعني مو هو كان شريك بالعملية السياسية مو صار نائب رئيس جمهورية. خلي نترك طارق الهاشمي هيئة علماء المسلمين هيئة علماء المسلمين اللي دائما تصر في بياناتها على أنها جامعة للشعب العراقي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. يعني إحنا إلى متى نبقى نرفض الآخر؟ وهذا الرفض للآخر راح يخلينا بعد 100 سنة ما يصفى وضع العراق وراح يبقى وضع العراق يعيش أزمات أزمة بعد أزمة. يعني لازم 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 الحوار 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 هو أساس لكل تفاهم ولكل استقرار. الحوار اذا ما نفهم لغه الحوار لحد الان وتبقى الميليشيات مالتنا مثل ما اليوم اختالت او عفوا اختطفت وكيل وزاره العدل ومدير عام التحقيقات الجنائيه في قلب بغداد وفي وضح النهار اذا نبقى هيك خلص هذا البلد ما يصير له شاره. يلا عيني يلا. الاخ حسن من بابل تفضل يا حسن. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا حسن. نخيل عزيز بالنسبة إلى سليم الجبوري وحتى إلى هذا المؤتمر. حسن أطلب منك طلب بلا زحمة ممكن تبتعد عن التلفزيون الله يخليك ممكن من فضلك حتى يستمر حديثنا. حسن اي حسن قلت لك ابتعد لي عن التلفزيون سمعتني؟ اي نعم سمعتك. تفضل اكمل حديثك. اقول لك بالنسبه الى المؤتمر سليم الجبوري راح له. نعم. يعني شنو الفائده؟ هم ذولا ناس قتله الامارات اول شيء. اول دوله داعمه للارهاب. ناس حثاله قال شنو يروح يقعد وياهم. بس نريد نفتهم. وانتم جاي هنا تدافعوا له وما اعرف شنو. يا اخي كاف والله ملينا. يعني هم ذولا ناس حثاله مرتزقه. الامارات السعوديه هم ذولا زباله. يروح يقعد بيك مؤتمر كاف يا اخي والله عيب. نعم حسن. ما ادري حسن يبدو انت انهيت حديثك من عندك. احنا ما ندافع لاحد يا حسن. احنا ندافع عن بلدنا، نريد بلدنا نقول ايش وقت يستقر. اذا يبقون اعدائنا كثيرين خلينا نتفق انا وياك ابو فليحه. خلينا نتفق انا وياك وقدام المشاهدين الكرام. اذا احنا نبقى نعادي السعوديه وقطر وما ادري منو وتركيا والامارات ونعادي المعارضه وذولا مجرمين وهذاك ما ادري ايش وقت نصفه. ما معقوله بس احنا الزينين واحنا الخوش اوادم والباقين كلهم مو زينين. انا ما دافع عن احد ولكن اقول اللي عندنا حق يمه المفروض ناخذ حقنا من عيونه واللي له حق يمنا خليه يجي يتفاهم ويانا وتصفى الامور
بطريقة عقلانية وبطريقة صحيحة. مو هي الدول هيك تشتغل في علاقاتها مع الدول الأخرى، مو صحيح ولا غلط؟ يلا عيني. الأخ رزاق من الناصرية، تفضل يا رزاق. رزاق تسمعني؟ رزاق أتمنى أن يكون رزاق ويانا. المخرج يقول أنت موجود يا رزاق. ألو، موجود. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل عزيزي. حبيبي شلونك عيني؟ الله يستر عليك، الله يحفظك. الله يحفظك، الله يسلمك. احنا بالنسبة لنا بالمناطق الجنوبية، نعم، نحب أن يكون البلد واحد، يعني من شمال إلى جنوب. نعم. وحتى مرجعيتنا الشريفة، نعم، علمتنا نفس أنه بالنسبة للطرف الآخر اللي هم السنة، هم أنفسنا. الإمام السيستاني يقول السنة أنفسنا، يعني ربونا هالتربيهات. نعم. بس أنا أستاذ أرسلك، يعني رأيك بالمؤتمرات اللي تصير خارج البلد، شنو يعني نوعيتها؟ بيها مؤامرة على البلد، صالحة للبلد؟ أبناء نعم. الجنوب اللي يقدمون الضحايا من أجل إخوانهم وناسهم وأرضهم وعرضهم وشرفهم بالمناطق الغربية، يقدموها ويقدمون دماء ومستعدين يقدمون أنهار من الدماء. نعم. يعني ما ممكن أن النجازي هيك، يعني أغلى شيء الدم هو قاعد ينطيه بكل سهولة وكل بساطة وكل راحة بالحجر. لا من أجل غرض معين، ولا من أجل سيطرة، ولا من أجل طائفة، من أجل البلد، من أجل العراق. نعم. ألو. أي نعم رزاق، أنا معاك. حبيبي من أجل البلد، إحنا اللي قاعد بعمان واللي قاعد بقطر، أنت إذا حريص على بلدك تجي هنا في العراق، تجي هنا في الأنبار، تجي للموصل. تجي للتكريس للمناطق هاي الساخنة، تجي تشوف العوائل هاي اللي تتهجر، الناس اللي تنسبي، الدمار اللي صار بالجنود وبالبنى التحتية وبالجوامع وكذا، يعني هذا من يرضى عليه؟ يا دين يرضى عليه؟ يعني يردون يعيشوننا في قطر وغير قطر والأردن وإيران وأي منطقة، يعيشوننا على المفقصات، يعيشوننا على الحصاد، يعيشوننا على الكره، شو السبب؟ لأن عرفين ما نقبل بالزن وما نقبل بالمهانة. شكرا يا رزاق، انتهى الوقت المخصص لك. مع كل الاحترام وجل التقدير لرأيك ووجهة نظرك، وناخذ مشاركة أخرى من البصرة. حيدر، تفضل يا حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيب قلبي، احنا كلامك روعة. انت حكيت هسه خوش حكي، وقلت اللي حق ياخذه، ولا ان حق نشل عن عيونه وناخذه. بس المشكلة بمن؟ مو بالشعب العراقي ولا بالعراق، المشكلة بالسياسيين العملاء للدول. احنا ما عندنا عداوة اي دولة، الحمد لله والشكر، والعراقيين معروفين بشهامتهم وكرمهم وطيبتهم، وهذا مشهود يشهد التاريخ كله علينا. بس المشكلة بسياسينا بحكومتنا هاي اللي هسه اجت، هم عملاء للدول، وهم اللي خربونا ويا الدول، وهم اللي على مود رغباتهم وعلى مود يبوقون وعلى مود، وكل واحد يملك جنسيتين وثلاثة. فيا اخي العزيز، الذنب مو ذنبنا والله العظيم، ذنب السياسيين مالتنا اكيد، وهم اللي اذونا وهم اللي رجعونا يعني قرن وعادونا للدول كلها. يا حبيب قلبي، وانا اشكرك على البرنامج الروعة، وانت انسان راقي، فاتمنى انتوا الاعلاميين تحدون على السياسيين مالتنا، وتخلي ياخذون العراق الى طريق صحيح، مو ياخذوننا الى هاوي. هسه ما ماخذيننا على هاوي، يعني ما نعرف شو يردون، يعني لا ميزانية مثل رواتب جاي تشح البلد، صار يعني كله هاجر البلد، هاجر يا حبيب قلبي. ليش؟ شنو سوينا؟ شنو منتخبناهم؟ والله مع الاسف يا حيدر، رواتب يعني خرافيه، رواتب يحلمون بها يا حبيب قلبي. فهم اللي اذونا، يعني اذونا واذوا الدول الجوارنا، يعني ما نعرف ايش يردون من عندنا، ما نعرف.
اتمنى من عندهم اذا عندهم غيرهم وذول حكومتنا كلهم بدون استثناء العده غيره وعندنا ناموس. شكرا يا حيدر، شكرا لوجهه نظرك، ونستمع الى وجهه نظر اخرى. الاخ ابو عدي من الموصل، تفضل يا ابو عدي. حلو العراقيين يشاركون بالحوار، واحد من البصرة، واحد من الموصل، واحد من الناصرية، واحد من بابل، واحد من كربلاء. حلو حلو. يلا وين ابو عدي؟ ابو عدي مرحبا، حياك الله ابو عدي. انا من الموصل بس يزيد من السنجار. اهلا وسهلا يا ابو عدي، تفضل. استاذ بالنسبه للعراقيين كلهم ما بيناتهم شيء، بس الخراب البلد، خراب البلد هم السياسيين. نعم. وبالنسبه نحن اليزيدية تعرف صار بينا احتصبوني كان وشردونا، تعرف ماكو يزيدي بقى بمنطقته ببيته من الشباب السياسيين. الله يعينكم. السياسيين الخرب هذا البلد والله، اقسم لك بالله. هسه نحن مهجرين يعني عايشين على الصدقات، على الصدقات اندحق هيجي نقول بس تجي هاي شحنه تجيب لنا مساعدات. وبالنسبه للبرلمان الله يهجم بيوتهم لين دمرونا. تريد شيء قانون يفيد الشعب ما يسووا، تريد شيء يفيد الشعب ماكو. هذا المؤتمر صار قبل من المؤتمر، انتوا صيروا زينين ويا الشعب، انتوا صيروا زينين ويا الشعب. النازحين ولا جاي هذا فلان هيك وفلان هيك، فلان كتلة هيك فلان كتلة، فلان جماعة إرهابية فلان دولة هيك. نعم. وبالنسبة نحن عايشين مئات السنين بس نعاتب، نعاتب العرب الساكنين كانوا بسنجار اغتصبوا نسانا وقدموهم هدايا للشيشاني للأفغاني للشرفهم. لو كل عراقي يعرف هاي الشرف، أي بنت، أي بنت عراقية إن كان يزيدية مسيحية إن كانت من العرب أو من الوسط أو من الجنوب أو من الشمال، هي شرف كل عراقي. بس نطلب من قناتكم أن تدعون لكل القبائل العربية الشريفة والزينة. أبو عدي أنا أشكرك على رأسي، أنت والطائفة مالتك وكل العراقيين نشرف بكم إذا كنتم يزيدين وإذا مسيحيين وإذا مسلمين، إذا كنتم شيعة وإذا كنتم سنة. هذا البرنامج مفتوح لكم جميعا وقلوبنا مفتوحة لكم. نعم. الأخت صبيحة من البصرة، حياك الله يا صبيحة. السلام عليكم أستاذ جلال. عليكم السلام يا مرحبا أخت صبيحة. تحية لك سيد الكريم. الله يحفظك. يسعدني برنامجك وكثير لك يشارك وعبر عن وجهة نظري. سيد الكريم بالنسبة للجدل حول زيارة الوفد البرلماني إلى دولة قطر للدولة العربية، هذا الموضوع يزعج الجماعة كثيرا لأنهم إيران تزعل عليهم لهذا السبب. هم يعني مثل ما يصح أو يعني إذا صح التعبير يعني قاموا بالهوبزة مالتهم والزعبلة والضجة وحرفوا يعني المسار الإصلاحات كما يزعمون والتظاهرات يعني يحتجوا على هذا الموضوع. لكن من الشيء العجيب والقريب ما يحتجون وما يعني شوية موازع ضمير من هاي الناس، هاي تموت بالبحور من هذه الناس اللي تهجرت من هذا الخطف اللي يحدث تمسى على زيارة نزعجت ونقلبت الدنيا ولا تنم تقعيد. شو شعب وين وصلتوا بيه؟ دولة خاوية، خزينة خارقة، شعب يموت يوميا يموت ميت موتة، تفجيرات، دمار، خراب. والله يا أخي عزنا تكلمنا بأي لقاء معهم لكن لن ينفع معهم، لن ينفع معهم. والحل الوحيد والحل يعني المفصلي مع هؤلاء لو باش هو نزول للشوارع والعمل المسلح لكي نكنسهم ونخلص من شرورهم. ما ينفع وياهم، ما يبي وياهم اي شارة. خلي شعبنا يا اخوان المتظاهرين وحملوا السلاح ونزلوا للشوارع، ما يفيد الرجاء اخواني. ما تنامون لهم تهل الكهف، نزلوا للشارع وعوضوا المراجع. الله نعرف ربنا وقراننا الكريم نعرفه وقبلنا نعرفها. حملوا السلاح ونزلوا وخذوا حقوقكم بايديكم.
العبادي حققوا مصلحات؟ مستحيل، هذا مستحيل من سابع المستحيلات اخ الكريم. احنا نعرف 13 سنه مدرسه ما صورنا مصلحات يقوم العبادي بها، هاي مستحيل، هذا مثل البرق لم يتحقق شيئا. شكرا جزيلا سيد الكريم. انا اشكرك، شكرا لك جزيل الشكر اخت صبيحه. الحمد لله، يعني الحمد لله هذا الوعي المتقدم اللي موجود عند العراقيين، يعني من نسمع مختلف الآراء واللي تجيك من مختلف المحافظات ومن مختلف الشرائح والطوائف، تخلي أي واحد بينا تخليه يفرح أنه عنده وعي، وعي كبير، ويفهم شنو اللي يجري على أرض الواقع. نعم خلونا نختلف وخلونا نتفق وخلونا نختلف مرة أخرى ونتفق مرة أخرى حتى نوصل إلى 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 قاعدة تجمعنا سوية. مو احنا ابناء الشعب، لا تخافون علينا، وانما انتم كسياسيين دبروا حالكم، والا ما اعرف شنو شلون راح يكون تاليكم. نذهب انا وانتم احبتي المشاهدين الى قراءه تعليقاتكم على صفحه صوت الناس على الفيسبوك. طبعا التعليقات، اول تعليق من كاظم الساعدي، يقول كاظم الساعدي: الرئيس راح، يقصد رئيس البرلمان، راح لقضية اكبر من البرلمان، مع انه يعرف بان مجرد ذكر اسم قطر على لسانه ستعزله، فكيف اذا زار قطر؟ ما عاد بدري، هكذا يطلق على نفسه اسم. يقول زيارة قطر خط أحمر، وزيارة إيران شنو؟ دولة جارة صديقة، والله دمرتوا العراق. سمير البصام يقول: هذا فيلم، إذا سياسي زار دول الخليج أصبح نكرة وداعشي، وإذا سياسي زار إيران أصبح يريد مصلحة البلد. ميس علي تقول: والله هؤلاء ممثلين بارعين، مجموعة زور قطر ومرحب بهم، وعندما يزورون إيران مرحب بهم، والعكس صحيح. عبود العزاوي: السلام عليكم أستاذ جلال، عليك السلام. يقول: إن شاء الله الله يخلصنا من إيران. جنة الكربلائية: السلام عليكم وعليك السلام أختي الكريمة. تقول: والله الشعب تعب، تهجر، انقتل، أرامل، أيتام، مساكين، فقراء، سجناء، أبرياء، هذا حال العراق العظيم. عبيد الكبيسي يقول: العراق كله طربقة، ظلت على البرلمان دق عيني دق. لا إله إلا الله. علي حسين يقول: طبعا كل واحد يزور دولة عربية تقوم القيامة، لكن الإيران زلاطة، وهم يعرفون بأن هذه الزيارات لا تقدم ولا تؤخر لأن القرار إيراني. منهل البغدادي يقول: هل الزيارة إلى إيران أصبحت أفضل من الدول العربية؟ إنها مؤامرة لإسقاط الحكومة وتسليمها إلى ميليشيات إيرانية. محمد القيسي يقول: البرلمانيين الذين ضد قانون الحرس الوطني لديهم نفوذ من الميليشيات، لذلك يتهمون رئيس البرلمان بالعمالة، بينما لا مدى لعمالتهم وولائهم لإيران وميليشياتها. مرتضى العراقي يقول: ليش ما يحاكمون من سرق خزينة العراق وزبانيته؟ ليش هاي الجعجعة الفارغة اتجاه سليم؟ ندى سر النجوم تقول: يعني إذا زار قطر أصبح داعشي، وإذا زار إيران أصبح من أحسن السياسيين، شلون دا تفكر الحكومة؟ بس أدري برلمان مخربط وتفكير لا سياسي، هذا تفكير أطفال. عراقي والفخر لي، هكذا يسمي نفسه: والله فاشلين، والله دمرونا، ولكم إذا زار قطر مو أنتم تريدون مصالحة وطنية؟ زين. ورد الياسمين تقول: السلام عليك أستاذ جلال وعليك السلام. تقول: أحسن شيء الشعب يطلع من العراق، خلي البرلمان هم يحكمون بالعراق خالي من الشعب. تعليقات أخرى للدكتور عادل الجبوري وقصي العليان. شكرا لكم أحبتي المشاهدين الكرام، شكرا لاتصالاتكم واهتمامكم بالبرنامج وتعليقاتكم على الفيسبوك. حتى التقيكم مرة أخرى أقول لكم في مال الله.